أنا البطل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو على 3W.الحياة.فم. برنامج أنا البطل يجيكم كالعادة كل نهار أحد، ضيف جديد سواء في الرياضات الجماعية أو الرياضات الفردية. اليوم اخترنا رياضة جماعية، لعب موهوب، لعب كرة القدم بأكاديمية خاصة، عبيد الله السعديوي ضيف الحياة فهم. قبل ما نحكي مع ضيف متاعي واللعب اللي تنتظره مستقبل كبير في عالم كرة القدم، باش يرافقني في تثيث الحصة في الإخراج التقني نوفل الشرطاني، وفي الإخراج الرقمي محمد قدح. في البداية مرحبا بك عبيد الله. مرحبا بك سي عبد الله. لاباس عليك؟ الحمد لله. هيا به، امورك صافا في فورما؟ صافا. هيا به، اكيد صافا مع الكرنيات ومع البطاقة العادات. اش عملت؟ تحكي لنا الساعة قداش جبت معدل؟ جبت 17.5 نتاع القسم. هيا به، ان شاء الله المرة الجاية تجي الأولاني نتاع القسم. ان شاء الله. به، وين تقرا عبيد الله وقداش عمرك؟ نقرا في مدرسة طيب المهيري، عمري 9 سنين. 9 سنين، هيا به. وشكون غرمك بكرة قدم؟ انا اول ما تولد خليلي الكل يلعبوا في كره القدم، انا كي طلع كي كبرت وليت ملاعبي ريتهم الكل تغرمت بالكره. قبل ما نبداو الغرام الكره، شكون هما اللي غرموك بالكره القدم؟ خوالك خالي صبري، خالي اسكندر، وخالي حسام، وخالي اشرف، وخالي وليد. شنو اللقب نتاعهم؟ العميري. يلعبوا؟ يلعب خالي صبري، يلعب في المنتخب الملعب التونسي. وخالي اسكندر يلعب في الشابة. وخالي حسين يلعب في ال الا واحد بركة مش قاعد يلعب، وليد العميري. ايه صبري العميري اللي هو يلعب في الملعب التونسي، لاعب ارتكاز، يلعب في الوسط. في الوسط. وبقيت معناها اللي يكونوا منك الاولاد الاخرين حسام والكل يلعبوا في مراكز اخرى. ممكن انت تقريبا حسب ما حكينا تلعب لاعب مهاجم رواق، ايسر يعني عكسهم هم. وعلاش ما اخترتش لاعب ارتكاز كما صبري؟ انا حبيت نلعب اكسر، حبيت ماركي بونتويت برشا، وحبيت نتشهر نولي ملاعب كبير. به، وقتاش دخلت ترينا في الاكاديميه؟ لا يا 3.5 شهور. 3 شهور ونص، يعني مازلت كي دخلت تترين. ثلاثة سنين ونص. باه، 3 سنين ونص ودخلت تترين. باه، باش نسألك عبيد الله، الرياضة ذي أكيد كرة القدم، علاش ما مشيتش رياضة أخرى، كرة السلة، كرة اليد، علاش اخترت كرة القدم بالذات؟ أنا نحبها ومغروم بها. مغروم بها، تبع مقابلات أنت؟ أي برشا. شكون هم المقابلات اللي تتبع فيهم ويعجبوك؟ انا نتبع الشبيبة خاطرها بلادي هذيك نحبها برشا، ونتبع الملعب التونسي خاطره يلعب فيها خالي، ونتبع برشا وحدات باهي. باش نسلك سؤال، شكون تحب، شبيبة القيروان ولا الملعب التونسي؟ شبيبة القيروان. ثبت تحب الشبيبة؟ اي. باهي، نهار اخر فريق في تونس يحب ياخذ عبيد الله السعداوي، يجيك اوفر من الترجي والافريقي نادي صفاقسي الملعب التونسي والشبيبه تعطيك اوفر، شكون تمشي؟ نمشي للشبيبه خاطرها بلادي هذيك تقعد بلادي الاخير. هاي به الشبيبه. به عبيد الله، اكيد دخلت الاكاديميه هذيا وتعديت على برشا مدربين. به في البدايه شكون المدرب نتاعك انت تو؟ سيدي حامد. به حامد العبيدي المدرب نتاعك. به شنو الحاجات اللي تعجبك في حامد كمدرب؟ هو سيدي حمدي يحبني برشا، وانا نحب نترينا عنده خاطرو باهي برشا، وكي نكبر ينجم هو يقعد القدوه نتاعي. صعيب معاكم حامد في التدريبات؟ لا، اللي يخدم على روحه مش صعيب عنده. وحامدي حايل شويه مع الملعبيه ولا لا؟ سيدي حمد عمره ما يحايل، كل واحد يعطي حقه. اي اي. به، شنو طموحك انت نهار اخر عبيد الله؟ طموحي نهار اخر نولي ملاعب كبير، ونشرف بلادي، نشرف بلادي، ونطلع نلعب في اوروبا. شكون الفرق اللي تحبهم في اوروبا يعجبوك هكا؟ مانشستر يونايتد. اكيد فيها نجم كبير مانشستر، شكون النجم اللي يلعب فيها؟ رونالدو. انت تحب رونالدو؟ تحب برشا. علاش تحب كريستيانو رونالدو؟ شنو الحاجات اللي خلتك تحب كريستيانو؟ هو كوارجي ويترن على روحه. ويعجبني برشا، ما نجمش نبدلو. هذاك علاش انت ستيل نتاعك انت لاعب رواق ايسر، تشوت مخالفات ولا شوت؟
سجلتش هكا مخالفة في المقابلة اللي لعبتهم ولا في التورنوا اللي لعبتوهم الكل؟ سجلت. هاي بي، وفي التورنوا اللي لعبتهم الكل قداش من هدف كنت تتذكر هكا سجلت انت؟ برشا اهداف، اما ما اتذكرش برشا. برشا اهداف؟ اي. بي، انا هي المقابلة اللي حسيتها هكا الفريق اللي لعبتوا له صعيبة شوية وقلقكم لكن في الاخر هكا ربحتوه. هي لعبنا لهم الكل باهين ومتوافقين، اما نحن نجلنا رويحنا وربحنا. ربحتوه. باهي، اعرض النتيجه ربحتوها قد ايه؟ لعبنا في لنا في قرويز في الجيتزلاند. ربحناهم الاكاديمي الكل وهزينا الكوب. هزيتوا الكوب، اعرض النتيجه قد ايه؟ 8 7 بلاش 9؟ لعبنا زاده في سوسه وربحنا 7 وربحنا 8. ربحتوا الاطوال؟ ليه الاطوال؟ ما لعبنا في سوسه، لعبنا ضد لعبنا ضد مستير ربحناها ولعبنا ضد جلمه. ليه اللي مش ظلمه؟ لعبنا ضد برقه ربحناه. هاي به اكيد نهار اخر مش تكون مهاجم قناص ان شاء الله. به مش نسلك سؤال تاو ما بين الرياضة تاو مش نرجع للقراية، هل أنك أنت موافق ما بين القراية والدراسة؟ منظم وقتك؟ أي. كيفاش نظم وقتك وتنجم توافق ما بين قرايتك وتمشي تترين؟ أنا أول حكاية هي القراية ونكمل خدمتي ونراجع دروسي وبعد ثانية الترينمو. وقتاش ترقد أنت عبيد الله؟ أنا نرقد 9 نتاع الليل. هاي ترقد بكري، وعلاش ترقد بكري؟ هاو فما برشا ملاعبين يسهروا ويقوموا صبيح ويلعبوا. ليه؟ خاطر الصباح لازم نقوم ناشط وفي فورما، ومثلا كي نبدا نلعب ماتش نفز الصباح مريقل ونفز نقرا باهي نمشي. تقول انت كي ترقد بكري اللعب يكون ناشط اكثر. اي. باهي، وفي الدار شكون اللي قاعد يشجع فيك اكثر؟ ماما واخوالي اخوالي الكل وكل العيله كامله تشجع فيا. لو كي يبدا فما ماتش في الدار تقعد بحذاهم وتتفرج على الماتش المقابله؟ اي بالطبيعه. انت قلت لي تو تبع في الشبيبه اكابر ولا ايه؟ تو كي نسالك على الشبيبه تنجم تجاوبني؟ انا مش برشا تبع فيها، اما نحبها هي انا ودي وخليلي مغروم بين بها ويا نحبها ديما ونتفرج عليها. باهي. اه باش نسالك، المقابله الاخيره لعبت الشبيبه مع جندوبه في القروان، باش نعطيك يا اما سكور في واحد شيء للشبيبه، يا اما 4 بلاش للشبيبه، ولا 3 بلاش للشبيبه، ولا واحد شيء للشبيبه؟ واحد شيء. ثابت واحد شيء؟ اي. باهي، واحد شيء. والمقابله اللي قبلها الشبيبه لعبت مع منزل نور، يا اما 2 بلاش للشبيبه، ولا 3 بلاش للشبيبه، ولا 0-0؟ 2 بلاش. 2 بلاش، يعطيك الصحة قاعد تتابع. وفما مقابله لعبتها الجوله الافتتاحيه مع امل جربه في القروان، يا اما 1 بلاش ولا 3 بلاش للشبيبه؟ 1 بلاش. 1 بلاش للشبيبه. كان طلع لي هذه المقابله الثانيه لعبتها مع الاولمبي للنقل، نتاكد اللي انت تحب الشبيبه وما تنجمش نهار اخر تبدلها مع الاولمبي للنقل في تونس، يا اما 0-0 يا اما 2 بلاش للشبيبه، ولا المرأة ولا لاسيوتي ربحت الشبيبه 4-3. 0-0. صحيح. توا تاكدت اللي انت قاعد تتابع في الشبيبه وتحب الشبيب. تعرفش ملاعبي ولا 2 توا حاليا يلعبوا في الشبيبه اكابر؟ انا قبل كنت محمد المتيري تعرفه؟ يلعب في الشبيبه اكابر. اكيد لعب مع صبري العماري قبل. اي. وصبري قبل كي كان يلعب في الشبيبه القيرواني سجل اهداف ولا؟ سجل اهداف برشا. تذكرش فما هدف سجله مخالفه مباشره في القروان ضد فريق كبير؟ تفرجت ماركه برشا، ماركه كفروم البعيد. ضد شكون؟ يا اما الترجي ولا النادي الافريقي ولا النادي الصفاقسي؟ النادي الافريقي. صحيح. الهدف نتاعو كان ممتاز، يعني انت تحب نهار اخر كيما صبري العماري وفي الاوروب كيما كريستيانو رونالدو. باهي، مش ناسلك عبيد الله، في القرايه نتاعك باهي اكيد انت 17 ونص تبارك الله عليك، يعني قاعد تقرا على روحك. كي تلعب مقابلات اكيد فما ربح وفما خسارة. نفرضوا خسرتوا مقابله، كي نخسروا مقابله اكيد فما روح رياضيه، صحيح؟ فما روح رياضيه، وحتى كان خسرنا عادي طرح اخر ان شاء الله نربح. شنو تقول لاصحابك الميساج حتى لاصحابك يبداو يلعبوا ويتشنجوا شويه بعد المقابله نوليو الكل؟ نشجعهم الكل وان شاء الله ديما مربوحه وان شاء الله ديما ما نخسروش، وان شاء الله عادي كان خسرنا روح رياضيه لاصحابي الكل. واش نربحوا عبيد الله من الرياضه؟ نحترم الاكبر مني. وروح رياضيه. صحيح. نحترم اصحابي وما نصيحش على اصحابي وان شاء الله ديما مربح ربحي.
باهي. تو كيما قاعدين نشاهدوا تو الصور نتاعك انت يا عبيد الله، يعني قاعد تتدرب مع الفريق، قاعد تشاهد في الكوب اللي هزيتو ومع المدربين نتاعكم اللي قاعدين يدربوا فيكم، يعني التدريبات نتاعكم وقتاش ترينوا؟ الصباح ترينوا العشية؟ كل مرة وقت، اما نحن ديما 6:30 نهار الجمعة 6:30 ونترينوا سبيسيفيك زاد 6:30. باهي. من الناحية البدنية باش نسلك، بدنيا حاضر؟ حاضر. فيزيكمون قوي؟ قوي. قاعدين تترينوا على الناحية البدنية؟ اي. باهي. وال خاصة فما مقابلات جاية باش تلعبوا، أكيد باش تلعبوا ضد فرق، محاضرين رواحكم يعني في خاصة جايتكم عطلة تو. نحن محاضرين زاد نهار ثلاثة عندنا دورات، عندنا دور نهار. شكون دور نهار ثلاثة؟ مازلت ما نعرفش. في قروانة؟ لا في في جيبس. في جيبس، يعني حاضرين. حاضرين ومرنا به. باه. بخلاف حامد العبيدي، شكون المدربين اللي يدربوا زاد في الأكاديمية نتاعكم؟ سيدي ادم، سيدي قدور، وسيدي ياسين كهو. باه. وهذوما الكل معناها اللي تدربوا عندهم واللي قاعدين قايمين بالواجب. باه. شكون صديقك ولا اللي ديما معاك قريب لك اكثر في المجموعه وديما مع بعضكم تتفاهموا حتى كي تبداو تلعبوا؟ ادم وايوب. ادم شنو يلعب؟ ادم يلعب اتاكون. اتاكون. وايوب؟ اتاكون. زاد كيف كيف؟ تتعاملوا مع بعضكم تتفاهموا مع أما بعض؟ اما ايوب تو حاول ليكيب اخرى، قعد ادم. قعد ادم، يعني تتفاهم انت وادم. اي. باهي. وشنو هل انه نهار اخر باش تبدا في المستقبل انت باش تطلع جوير في الاكابر ان شاء الله، راهوك انت في الاكابر اكيد تحب تلعب في المنتخب الوطني التونسي. باهي. تبيع عندك اول ايكيبي. اول باهي المنتخب الوطني التونسي. والبرا تحب تمشي تحت عرف في خارج تونس. باهي. شنو الحاجه اللي تنصح بها انت اصحابك باش يحافظوا على اللياقه البدنيه ويحافظوا على سلامه الصحه نتاعهم خاصه؟ ما يدخلوش في كونتاكت، في كونتاكت كونتاكت. وعادي ما يصيحوش على بعضهم. وريح رياضيه لاصحاب الكل، يعني نحبهم برشا الكل. شنو هي عبيد الله فوائد الصحه بالنسبه للملاعبي؟ اكيد عندها فوائد الصحه خاصه ممارسه الرياضه اليوميه. ما نغيبوش على الترينمون. صحيح. ولازم ترانيو بالقدي وما نبداوش نفادلكم في الترانمو. حتى الماكله تكون الماكله نتاعكم ماكله صح؟ صحي. صحي، والنوم يكون النوم نتاعكم في وقت. باهي. في الختام عبيد الله، عشكون تحب تسلم؟ حاب نسلم على عائلتي الكل وصحابي اللي ترانيو معايا وبرشا برشا على سيدي حامد. وصبري ووليد ما نسلموش عليهم؟ اخواني هذوك نسلم عليهم. باهي. اوكي، شكرا لك عبيد الله. هكا وصلنا لنهايه حلقتنا من انا البطل. ان شاء الله نراو نهار اخر عبيد الله السعداوي في شبيبه القاهره وين ثم المنتخب ثم كما قال هو في الدوريات الاوروبيه. شكر خاص في الاخراج التقني لنوفل شرطاني، كذلك محمد قدح، عبد الله حطاب كوتي مكرو، ما نساوش سيف اللي كان متواجد معنا واللي امن لنا الصور لعبيد الله السعداوي. ملتقانا الاسبوع القادم. باي باي الناس الكل. انا البطل.